طب السلايدات مبينين عنا؟ عم بينها الدكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية بلشنا بموضوع الميتابوليزم، حكينا الجنرال ديفينيشن اوف ميتابوليزم، واتفقنا انه الميتابوليزم هي عبارة عن بايوكيميكال موديفيكيشن او ديجريديشن للدراج او اي اندوجينيوس او اكسوجينيوس كومباوند، يوجوالي ثرو سبيشاليز انزيماتيك سيستمز، يعني هاي تفاعل يعني انزيماتيك رياكشنز، فهي سلو رياكشن. طبعا في العاده او الجنرال جول اوف ميتابوليزم از تو كونفيرت الليبوفيليك كومباوند انتو هيدروفيليك كومباوند، يعني اللي بنحول او بتتحول عندنا المركبات الليبوفيليك اللي بتوليبل يعني النون بولر تتحول لهايدروفيليك يعني البولر كومباوند. الهدف من الميتابوليزم يوجوالي او ان جنرال is to increase the polarity للكومباوند. ليش؟ عشان تسهل عملية الاكسكريشن، يعني مثلا في اليورين mainly water، فانت بتحوله لبولر معناته بتحوله لمور water soluble، وبالتالي ايش؟ رح يكون عندك عملية الاكسكريشن اسهل. اذا معظم تفاعلات الميتابوليزم انك تحول نون بولر لبولر. في عندك العكس في حالات استثنائية بنحكي عنها في وقتها، لها هدف ثاني بكون غير عملية الـ direct excretion. أوكي؟ فالهدف من هاي ذكرناكم في definition للميتابوليزم والهدف من الميتابوليزم. طبعاً الميتابوليزم two phases، عندنا phase one و phase two. phase one سميناها functionalization phase لأنه في phase one في العادة تتغير نوع functional growth. phase two هي conjugation phase لأنه main type of reaction هو conjugation reaction. وحكينا انه الفيز 1 بتضمن تحتيها يعني نحكي سب ديفيجن تحتيها هي الاكسديشن الريدكشن هيدروليسيس. اوكي، اذا في عندنا فيز 1 لها تفاعلاتها الخاصه فيها، تفاعلات الاكسديشن وتفاعلات الريدكشن والهيدروليسيس. في حين الفيز 2 هي عباره عن الكونجوجيشن، يعني في عندك ثلاث انواع من التفاعلات فيز 2، الكونجوجيشن رياكشنز، الاسيتيليشن والميثيليشن. وعطيتكم طبعا احنا راح نروح على كل نوع من هذول التفاعلات ونتعلمهم بالتفصيل الممل، يعني راح يكون تو ماتش ديتيلز تحت كل واحده فيهم. طبعا انا حكيت لكم هاي الماده مهمه جدا لانه راح تشوفها في الميديسينال كيمستري 1 و 2 و 3، فهي مش ماده ادرسها وانساها، لا، راح يصير الميديسينال يتوقع منك تعرف او يعطيك الدرج ويقول لك شو الباسبل ميتابولايز لهذا المركب. طبعا ذكر حالك احنا بنحكي عن الثيوريتيكال برودكت، ما بنحكي عن الاكسبيرمنتال برودكت. اذا حكينا على الاكسبيرمنتال معناته انا كل الدراج لازم اروح اشوف الميتابولايت اللي واحفظهم، وهذا الاشي مش براكتيكال، صح؟ الاشي المنطقي اني انا ادرس الثيوريتيكال برودكت، بحيث انه شو ما اي دراج جديد اي مركب جديد اجي اقدر اتوقع له الباسبل ميتابولايت. فلما شفنا المحاضرة الماضية هذا الكومباوند وشفنا كيف الميتابولايت له، بس خليني اعمل سيتنج للبن تابلت. اوكي ثواني. طيب المحاضرة لما شفنا هذا الدراج حكينا انه كيف انه this compound اول شغلة انتقل يعني دخل على phase 1. phase 1 increases the polarity of the compound. شو بعرفني انه زادت البولاريتي فعليا؟ ممكن تستخدم اللاج البي، حكينا كل ما قلت لاج البي كل ما زادت البولاريتي. لاحظ انه لاج البي قلت من 4.47 ل 4.08. طبعا ما كانتش البولاريتي كافيه لهذا الميتابولايت بحيث يصير له اكسكريشن، فشو دخل على فيز 2؟ لاج البي قلت بشكل كبير واضح للنصف، يعني طبعا البولاريتي زادت كثير بحيث انه صار في عندنا مجال للاكسكريشن لهذا الميتابولايت. طبعا مش بالضروره انه المركب يروح على فيز 1 وبعدين فيز 2، لا، ممكن يروح على فيز 1 بعدين يصير له اكسكريشن،
ممكن يروح على فيز 2 ويصير له اكسكريشن زي ما حكينا المحاضره الماضيه، ممكن يروح على فيز 1 بعدين يروح على فيز 2 وبعدين يصير له اكسكريشن، صح؟ يعني انا مثلا بالسؤال ممكن اجيب لك انه الميتا الدراج يصير له فيز 1 بعديها ممكن يصير له فيز 1 بعدين يصير له فيز 1 بعدين اكسكريشن، فكل الاحتمالات وارده يعني ما في خطا بالموضوع، اوكي؟ يعني خلص كل الاحتمالات فقحة. لكن الشيء المهم انك تعرف انه each modification يعني needs one step، يعني او each modification occur at in one step، يعني ما بصير انك تعمل two modifications in one step، لانه مستحيل يجي two enzymes بنفس الوقت يهاجموا مركب، يعني الانزيمز بالكي المركب عنده ستيريك فاكتور، فما بزبط more than one enzyme at each time، اوكي؟ فهاي المعلومة بحب أكد عليها. طيب طبعاً شرحنا هاي الشغلات البينر ما رح أرجع أعيدها. بلشنا فيز 1 محاضرة الماضية، إذن حكينا 2 فيز، بلشنا فيز 1 وشو بلشنا؟ بالأوكسيديشن، وكمان بلشنا في أول فانكشنال جروب اللي هي البنزين، أوكي؟ أوكي. إذن طبعاً البنزين اتفقنا إنه في له how many possible metabolites للبنزين؟ هذا بحب يحكي كم احتمال للبنزين؟ طبعا احنا اتفقنا في واحد ميجر وفي عنا two minors، صح؟ البنزين اذا بلشنا، يعني الحلو بالموضوع انك انت رح تتعامل مع functional group، رح تحكي عن يعني رح تلخص تفاعلات كل functional group، يعني أنا بتوقع يكون عندك تلخيص نهاية المادة عشان يعني تكون الأمور أسهل عليك. فيز 1 مثلا تروح على الأوكسيديشن، الفانكشنال جروبس اللي بيعملوا أوكسيديشن شو التفاعلات كل واحدة فيهم. مثلا البنزين تحتيها رح تحكي إنه رح يصير عندي أروماتيك هيدروكسيليشن، يعني ممكن تحكي فينول فورميشن. الخطوة الثانية إنك تحكي إنه 1 2 ترانز، طبعا ترانز 1 2 ديول، والثالث طبعا ماينر هون، والثالث اللي هو ترانس كمان جلوتاثيون، اوكي جلوتاثيون ادكت. طبعا هذا انشرحوا هذول المحاضره الماضيه بس بدي ارجع احكيهم بشكل سريع. اولا بكون عندي حلقه البنزين، بيجي عندي السيتوكروم بي 450، بعمل انسيرشن لاكسجين من على هاي الدبل بوند، اوكي. بتكون عندي الارين اوكسايد، طبعا this is the intermediate بسميها الارين اوكسايد، هي عباره عن intermediate very unstable. ليش؟ لانه المركب بطل يصير اروماتيك، يعني كان عندي اروماتيك كومباوند وتحول لنان اروماتيك intermediate، فاكيد هو very unstable، ما راح يعني you cannot separate this compound، مباشره راح ايش يتفاعل يتحول لمور ستيبل كومباوند. الاحتمال الاول او الميجر باثوي اللي وجدوه انه بتحول للارينول، يعني للفينول، ماشي الحال؟ يعني النتيجه انه بكون عندي حلقه بنزين وشو بروح بعمل؟ بحط هيدروكسيل جروب على حلقه البنزين، فهي اروماتيك اوكسيديشن او ممكن نسميها اروماتيك هيدروكسيليشن، اوكي؟ ليش اروماتيك هيدروكسيليشن؟ لانك انت بتحط هيدروكسيل جروب على حلقه البنزين. هذا الميجر باثوي، اوكي؟ طيب الهيدروكسيل جروب انا وين احطها؟ احطها على الاورثو ولا احطها على الميتا ولا على البارا؟ طبعا راح تحطها على البارا. ليش؟ لان البارا هي نحكي الفاردست فروم ذا ار جروب، يعني هي الليست ستيريكالي هندر، هي ابعد واحدة عن الار جروب، فهي الليست ستيريكالي هندر، فالانزيم لما يابروتش الكومباوند اسهل له يروح على البارا ذان الميتا ذان الاورثو، فالبارا هي الفاستر. هلا الاورثو والميتا مش مستحيل انه يصير يعني يصير لهم هيدروكسيليشن، لكن هو سلور ذان ذا بارا. فان لما سالك الموست لايكلي ميتابولايت بدك تعطيني الموست لايكلي اللي هو يعني الاكثر احتمال انه يتكون، راح تروح على البارا. فهي اختصارا بتحط هيدروكسيل جروب على البارا بوزيشن على حلقه البنزين. طيب طب لو كان عندي تو بنزين رينج شو اعمل؟ على اي بنزين رينج اروح؟ يعني لو نطبق هذا الحكي على السلايد اللي هون، احنا وصلنا عند هذا السلايد، شايفين هذول الستركتشر؟ حكيت لكم المحاضره هاي، المحاضره الجايه راح نطبق عليهم. فشو حكينا؟ حكينا انا فرضا انا عندي تو بنزين رينجز،
مثلا لو كان عندي هون A و B. طيب انا بدي اتفقنا بدنا نحط هيدروكسيل جروب على البارا بوزيشن من على الاروماتيك او البنزين رينج. طب انا عندي مور ذان وان بنزين رينج, ويتش وان اي شود اد ذا هيدروكسيل جروب تو ات؟ اللي هو وين بدك تروح؟ على المور اكتيفيتد بنزين رينج. يعني المور اكتيفيتد اللي علي يعني اللي عليها مور الكترونز, المور الكترون ريتش. طب المور الكترون ريتش هي شغله نسبيه, كيف يعني؟ يعني لو تطلع على A و B, A عليها الكترون دونيتنج جروب و B ما عندها الكترون دونيتنج جروب, فهي A مور اكتيفيتد than B. شو يعني مور اكتيفيتد؟ يعني مور الكترون ريتش than B, more electron rich. Okay, إذا معناه في conclusion you add the hydroxyl group on the para position of the benzene ring of the most activated ring, يعني more electron rich. More electron rich ring هي اللي بصير لها hydroxylation first. ماشي الحال؟ فهي not only steric factor, هي كما هي steric factor وelectronic factor. كل ما زاد الإلكترونات على الرينج كل ما زادت إيش الاحتمالية الhydroxylation. فمعناته ما بين رينج A ورينج B أيها اللي راح يصير لها hydroxylation first, A ولا B؟ A, صح؟ راح أختار A. ليش؟ لأنها A عليها electron donating group. طب لو كان مثلا, طبعا أنت أكمل هذا الحكي, فأنت شو بتعمل؟ بتضيف hydroxyl, بحكي لك رسم للميتابولايت كيف؟ ترسم كله نفس الإشي ما عدا أنه على البارا position, بارا لإيش؟ للdonating group بتحط لي هيدروكسيل جروب. فديس از ذا ميتابولايت. تخيل يعني انت ما راح تتغلب يعني فعليا, بس راح تعمل سمول موديفيكيشن. شو هو السمول موديفيكيشن ذيس كيس؟ اني ضفت هيدروكسيل جروب على رينج A على البارا بوزيشن بارا تو ذا دونيتنج جروب. طب لو كان انا عندي على الرينج نفسها تو دونيتنج جروب, يعني زي مثلا اخر مركب, هاي عندي دونيتنج جروب وهاي عندي دونيتنج جروب, طيب شو أنا أرسم؟ donating للآن ولا donating للآس؟ فعلياً تعطيني both, both, okay؟ تعطيني هذا structure بارا للOH. مش نحكي والله stronger donating هي ممكن تزبط إذا بس في عندك steric factor, فإنه صعب إنك تحدد. فأنت بتعطيني theoretical product, فراح تعطيني الهيدروكسيل جروب بارا النيترو زائد الهيدروكسيل جروب بارا للآس, فرح يكون A الجواب A زائد B. إذا الجواب هون A زائد B باحتمالين, بارا للN وبارا للS. لاحظ أنا رينج A مثلا هون رينج A ورينج B, ما رحت على رينج B. ليش ما رحتش على رينج B؟ رينج B عليها CL, CL هي electron withdrawing group. ماشي الحال؟ فما بين آخر مركب إنه ما بين رينج A ورينج B أنا رحت على رينج A لأنها more activated. ليش more activated؟ لأنها عندها two donating groups, N والS, donate by resonance. Okay؟ ما رحت على رينج B, B عليها electron withdrawing group. ماشي الحال؟ أي سؤال؟ طب الوارفرين هون A و B, أي رينج أنا أعملها hydroxylation؟ بروح على رينج B. رينج B عندها electron donating group. طيب شو البرودكت؟ صح ايه ما عندهاش الكترون ويدراون جروب, بس ما عليها دونيتنج, يعني هي شغله نسبيه. هاي معنى شغله نسبيه, صح؟ يعني رينج بي ريلاتيف تو رينج اي مور الكترون ريتش, فبي راح تعطيني هيدروكسيل على البارا للاو للاو زائد هيدروكسيل بارا لايش؟ للدبل بوند. فراح يكون البوث ميتابولايت. معي؟ هون رح أروح على رينج مثلا X Y, رح أروح على رينج Y لإيش؟ بحط هيدروكسيل على البارة لأنها X عليها إلكترون ويذدراون جروب. الآن لما يكون عندك 1 إلكترون ويذدراون جروب, yes there's possibility إنه يصير عنا هيدروكسيليشن على الرينج اللي عليها الكترون ويذدراون جروب, بس ايش؟ فيري سلو هيدروكسيليشن رياكشن رح يصير عليها. ماشي الحال؟ لكن متى بتكون حلقه البنزين ريزيستنت تو اروماتيك هيدروكسيليشن؟ ما
ماشي، هذا كله ترى الحكي حكيت المحاضرة الماضية، يعني ما في إشي جديد. الإشي الجديد فعليا بس التطبيق على هذا السلايد، للمعلومات نحكوا بالتفصيل. أوكي، حكيت لكم المحاضرة الماضية إنه في عندك مركبات، ممكن أسألك which of the following is ولا are resistant to aromatic hydroxylation. resistant to aromatic hydroxylation بتكون الكومباوند بيكونوا resistant للأروماتيك hydroxylation إذا كان عندنا حلقة البنزين has two or more electron withdrawing groups، مثل هذا المركب ومثل هذا المركب. إذا كان عندك two or more electron withdrawing groups البنزين ring بتكون resistant to aromatic hydroxylation. then this is very important. ماشي الحال؟ حدا عنده أي سؤال؟ أخذنا المحاضرة الماضية كمان هذا as example، حكينا ring A more activated than ring 2، ring 1 more activated than ring 2 than 3. ماشي الحال؟ لأنه ring 1 جنب high electron donating group، stronger donating group than the others. طبعا هذا عبارة عن الميجر pathway، يعني أرجع لورا، this is the major pathway. إنه يصير عندنا aromatic hydroxylation. إذن I should add hydroxyl group on the bar position on the most activated benzene ring. هاي أول pathway وهي الميجر. أوكي؟ لكن في عندك another two minors. أوكي؟ وكمان شرحناها المحاضرة الماضية. شرحت لكم الميكانيزم في عملية الأديشن. اتفقنا إنه بتكون عندي trans 1 2 diol. النيوكليوفايل بهاي الحالة الووتر. طبعا بمساعدة الإنزيم كمان بتكون عندي ترانس 1-2-1 يعني جلوتاثيون أدكت طبعا بمساعدة الإنزيم. إذن هذول عبارة عن ماينر برودكت. أوكي، ما رح أرجع أشرحهم مرة ثانية. طبعا فرضا for some reason for some type of disease ما صار عندي لا pathway 1 ولا 2 ولا 3، يعني ما صاروا. Your body is full of micromolecules مثل ال RNA DNA أو البروتينز، مليان أجسامنا بهذول الماكرومالكيولز. These macromolecules should contain nucleophilic groups nucleophile. فمعناته هذول الماكرومالكيولز will attack the very reactive epoxide على الإلكتروفيليك سنتر ويعمل لنا إيش ميوتيشن لهاي الماكرومالكيولز، وإذا ما صار لهم فيكسيشن راح يكون أدي إلى كارسينوجينيسيتي أو توكسيسيتي. أوكي، فأكيد يعني عشان هيك الدراجز بري يعني الواحد لازم يأخذ احتياطه، وبالنهاية هو كيميكال كومباوند ممكن يعمل ميوتيشن أو تغييرات undesired side effect في الجسم. أوكي، لكن الميتابوليزم المفروض شو تعمل؟ تحسن، يعني تحول المركب لشكل قابل انه يصير له اكسكريشن، وبالتالي ما يعمل اكيوميليشن توكسيسيتي بالجسم. طيب، اذا هيك بنكون انهينا اول فانكشنال جروب هي الاروماتيك اوكسيديشن. حدا عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ اذا we're done with the first functional group البنزين. اذا نذكر حالك احنا شو بنعمل؟ نشتغل على الاكسيديشن، على فيز 1 الاكسيديشن، وحكيت لكم اصلا الاكسيديشن هي الموضوع اللي راح يعني ياخذ معظم، راح ياخذ وقت اطول من اكثر التايبس اوف او الفيزز او التايبس اوف رياكشن. اوكي، بنغطي فانكشنال جروبز كثير، يعني هي معظم تفاعلات اكسيديشن. طبعا لما نوصل عند الريدكشن مع الهيدروليسز مع فيز 2 بصير الامور، يعني ممكن تاخذ محاضره ونص كلها. اوكي، يعني الاكسيديشن ممكن ياخذ 3 4 5 محاضرات مشهور يعني، بس انه بعد ما نوصل الريدكشن ننهي الاكسيديشن نروح على الريدكشن ماكسيمم محاضرتين. طيب، اذا وير دان وذ بنزين. اذا بتلخص انت البنزين ترانس 1 2 ديول ماينر، ترانس جلوتاثيون أدكت ماينر، والميجر اللي هو الفينول أو الهيدروكسيليشن أروماتيك هيدروكسيليشن. الآن ننتقل على النوع الثاني من الفانكشنال جروبز اللي هم الأوليفينز. طبعا شو الأوليفين؟ كاربون كاربون دبل بوند.
كاربون كاربون دبل بوند. اوكي الان لما يكون عندي انا كاربون كاربون دبل بوند شو بده what type of metabolic reactions او what type of modification can occur on the carbon carbon double bond. طبعا الحلو بالموضوع انه في يعني reactions بتتكرر the same reactions on different functional groups. يعني راح تشوف كمان شوي six functional groups لهم نفس reaction ما راح تتغلب تكون عندك كم هائل من الرياكشنز لا مكررات بس ايش على different functional groups. يعني اول مثال على التكرار انه لو تاخذ الكين يعني كاربون كاربون دبل بوند زي ما احنا شايفين بهذول الثري كومباوند شو راح تعمل اول شغله راح تعمل الانسيرشن للاكسجين زي ما اشتغلنا قبل شوي هون اشتغلنا شو عملنا هون ارجع لورا شو عملنا انسيرشن لاكسجين على الدبل بوند هون نفس الشيء نفس الشيء بيعمل انسيرشن على الدبل بوند من للاكسجين شو النتيجه الايبوكسايد اذا راح يتطور عندي الايبوكسايد الفرق ما بين هون وهناك واللي ممكن اسالك عنه انه الايبوكسايد هون شو ماله مور ستيبل شوف مور ستيبل ذان الالين اوكسايد يعني الايبوكسايد اللي تكون من الالكين مور ستيبل من الايبوكسايد اللي تكون من هون الاروماتيك طبعا ميك سنس لانه الاروماتيك هون البنزين هو اروماتيك اكيد بيكون اللي من الالكين مور ستيبل حتى لدرجه انه كان بي سيبريتد ولما اسالك شو الميتابولايت من الالكين بترسم لي اياه بترسم لي الايبوكسايد تخيل هناك ما بترسمه هناك انترميديت هون عباره عن انترميديت لما اسالك شو الميتابولايت انت شو مفهومك لكلمه ميتابولايت ستيبل كومباوند إذا سألتك شو الانترميديت ماشي الحالة بتعطيني الأرين أوكسايد بس الميتابولايت هون أوكي اللي هم الفاينل برودكت في حالة الألكين لما سألك شو الميتابولايت راح تعطيني أول واحد كماينر برودكت الإيبوكسايد ماشي الحال راح تعطيني الإيبوكسايد يعني معلومة هاي هون كثير بنخطئ فيها بعد ما يتكون الإيبوكسايد بمساعدة الإنزيم الووتر أتاك الإيبوكسايد زي ما شرحنا المحاضرة الماضية SN2 addition SN2 يعني SN2 substitution reaction فهي باكسايد أتاك أتاك وأب فبعطيني إيش الترانس ديود أعطيني الترانس 1-2 ديود ماشي الحال إذن البرودكت للألكين الترانس هيك بدك تلخص 1-2 ديول والبرودكت الثاني اللي هو الايبوكسايد طبعا بدك تكون قادر انك ترسم مش بس انه تحكي إن هذا التلخيص بس عشان يسهل علينا يسهل علينا اللي هو الدراسه ثواني طيب ماشي الحال اذا نطبق مثلا على هذا المركب انا بعطيك هذا الكومباوند وبحكي لك اعطيني الباسبل ميتابولايت شوف انا بعطيك ممكن سؤال يكون سبيسيفيك احكي لك اعطيني الباسبل ميتابولايت من الالكين او من البنزين او احكي لك بشكل عام اعطيني مثلا من فيز 1 او بشكل عام الميتابوليك رياكشن ماشي الحال بهاي اللحظة أنا بشرح لك عن دبل بوند بس أنت بإمكانك تفكر أنت لحالك تأخذ كل مركب في السلايدات وتتدرب على كل الفانكشنال جروبس يعني مثلا هون تشتغل مرة على الأمايد تشتغل على ما نحكي التيرتشري أمين تشتغل على البنزين تشتغل على الكين يعني تطلع على المركب كفانكشنال جروب هون بشتغل على الإيثر بشتغل على الألكين بشتغل على الأليليك طبعا هذول هون بشتغل على البنزيليك هون بشتغل على الكربوكسيليك اسيد لحد الان انا ما شرحت لهون ما وصلت لهون اوكي انا واصل لتو فانكشن جروبز البنزين والالكين فكل ما يمر عليك كل ما تمشي على السلايد وتعدي فانكشن جروب زياده تضيفها للليست وتصير تطبق عليها فهيك بتكون اصلا انت تدربت للامتحان اوكي فهون نرسم شو الباسبل الميتابولايت على الالكين فانت شو بتعمل راح تعطيني الايبوكسايد This is what one
والاحتمال الثاني انه الايبوكسايد هذا يتحول لشو؟ للدايود. كل بساطة. والباقي بتكمله زي ما هو. بتكمل الستركتشر كله هذا السيم كله. اوكي؟ بس الموديفيكيشن بتصير على الدبل بوند. حد عنده اي سؤال؟ ماشي الحال؟ هيك دان وذا كاربون كاربون دبل بوند. يعني انهينا البنزين وانهينا الالكين. بس قبل ما ننتقل للثيرد فانكشن جروب اللي هي البنزليك very important راح ممكن اتوقع اسالك احكي لك which of the following compounds can form toxic epoxide. هذا يعني وارد اسالك اياه. toxic epoxide شو معنى toxic epoxide؟ معناها very reactive epoxide. very reactive epoxide شو اللي بيخلي الايبوكسايد very reactive؟ هو reactive اصلا هو reactive لكن شو اللي بيخلي very very reactive؟ شوفوا بكل بساطة إذا كان المركب الدبل بوند جنبها أكسجين أو نيتروجين، إذا كان جنبها أو إلكترون وذراونج جروب هون، أو كان جنبها دبل بوند حلقة تو بنزين رينج زي ما احنا شايفين هون تو بنزين رينج. يعني أنت أي مركب تحقق فيه هذول الشروط اعرف إنه بتكون توكسيك أوكسايد فريق فهمه very reactive راح يعمل ميوتيشن للميكرو مالكيولز بالجسم وايش ويعملوا يعني كارثه. عشان هيك ما بننصح انه الدراج يكون فيه هذول الكريتيريا او الفيتشرز. اوكي يعني مثلا ناخذ مثال اول مركب. اول مركب يعني ليش هو فيري رياكتيف؟ بس عشان نفهم ليش هو فيري رياكتيف. طيب خلينا نرسم الايبوكسايد اللي بنتج من اول كومباوند. اوكي كومباوند اكس نرسم الايبوكسايد. شوفوا هاي عندي الايبوكسايد وانت بتكمل طبعا الباقي شو ما كان. الان بهاي اللحظه هذا الشكل this carbon is very electrophilic. electrophilic شو يعني electrophilic؟ يعني electron deficient يعني strong إلكتروفايل. كلهن بيحمل نفس المعنى strong إلكتروفايل. فبتيجي النيكلوفايل بتكون سعيدة جدا انها لقت هيك إلكتروفايل تعمل أتاك. فبس يعني إيبوكسايد very reactive it cannot wait until the يعني من يجي سايتوكروم بي 450 يجي ويجيب معه النيكلوفايل أو صير عندنا مثلا يتحول ل يجيب يعني يجي السيتوكروم بي 450 مع الووتر ويعمل اتاك. بالعكس راح ايش لانه الانزيماتيك رياكشن بطيئه. فمثلا بكون حوالي هذا الكومباوند او هاي الانترميديات ماكرو مالكيولز مثل دي ان اي ار ان اي بروتينز فشو بعمل بسرعه اتاك على هاي الماكرو مالكيولز بعمل ميوتيشن وبعمل توكسيسيتي. اوكي فاللي خلى هاي الكربون الكتروفيليك هنا دوري انا ودورك انت تفكر كيمستري وايز ليش هاي الكربون الكتروفيليك. يعني لو اشيل هاي الاكسجين او اشيلها هل الالكتروفيليسيتي بتقل؟ نعم بتقل. خلينا نرسم ليش بتقل. يعني احنا بنقارن كربون A وكربون B. كربون B مور الكتروفيليك زين كربون A. ليش؟ بكل بساطة كربون بي جنبها تو أكسجين والأكسجين هذول عبارة عن إلكترون وذراونج جروب. فتو إلكترون وذراونج جروب جنب الكربون بتخليها مور إلكترون ديفيشنت. صح؟ هاي الأكسجين إلكترون وذراونج جروب لأنه ما في مجال للريزونانس. أوكي؟ فراح يسحبوا من الكربون وخليه مور إلكتروفيليك. ماشي الحال؟ يعني حد عنده أي سؤال؟ مستحيل أنتوا ولا أي سؤال؟ يعني هل قد الأمور واضحة ولا خلاص وقتها فرج؟ أوكي؟ أي حد عنده أي سؤال على هذا الموضوع؟ يعني رح يجيك سؤال which of the following هو toxic epoxide؟ أوكي؟ toxic epoxide معناتها دبل ألكين جنبها أكسجين نيتروجين أو ألكين جنبها 2 بنزين رينج. اوكي فهذول راح ايش يخلوا الايبوكسايد فيري رياكتيف خلوا الكربون مور الكتروفيليك. لما تحكي مور الكتروفيليك يعني مور رياكتيف توارد نيوكليوفايل. ف
فمباشرة راح يتفاعلوا مع النيتروفايل ويصير عندنا الكيليشن، ماشي الحل، الكيليشن على الماكرو موليكيولز في الجسم. حد عنده اي سؤال؟ اه تفضل. هلا يعني هدول ما في لهم ترتيب يعني؟ لا ما في ترتيب لا، فانا مش راح اقول لك رتبهم الاسرع او الهاي، لا، بس انه تحفظ الكريتيريا انه يكون عندي دبل بوند جنب حلقتين بنزين او جنبهم اكسجين او نيتروجين او الكتروز دراون جروب مثلا نايترو، اه ف زي هيك، فبتختار اللي هذول يعني زي تقريبا زي حفظ شوي. اوكي طيب، هاي السكند فانكشنال جروب اللي هي لحد الان البنزين اثنين، الالكين يعني الكربون كربون دبل بوند، البنزين لها ثلاثه ميتابولايز، يعني هيك الواحد يضله يعيد ويزيد عشان يحفظهم. الالكين في عندي الايبوكسايد اللي شرحته قبل شوي ماينر، والدايول ميجر. طيب الان ننتقل على فانكشن جروب رقم ثلاث اذا ما عندنا اي سؤال. شو اي سؤال؟ طيب شوفوا الان البنزيليك والاليليك والالفا كاربون تو كاربونيل والامين والالفات الكاربون اللي هي الاوميجا والاوميجا ماينس 1 والالفا، كلهم فيري سمبل ترى، يعني كلهم زي بعض. شو يعني من ناحيه البرودكت ديفرنت؟ يعني سيم رياكشنز اون ديفرنت فانكشنال جروبس. فانت لو ما تدرس حلو انك تربط الفانكشن جروبس مع بعض عشان ما تنعجل بالامتحان. يعني مثلا ممكن اللي ما بيجيب علامه على الفاينل يشوف يكون عمل درس كل فانكشن جروب لحال، ما ربط الافكار، ما ربط افكاره مع بعض، ما ربط الماده مع بعض، اللي ما بربط راح يتوه بالفاينل، لانه في كثير يعني في كثير اشياء، في تفاصيل يعني بدنا نحكي كثيره. فميك شور تدرسها مره اولى تفهم كل شيء على حده، بعدين تيجي تدمج الافكار. كيف انا ادمج الافكار يعني اول شيء ترتيب افكار بعدين تدمجها. كيف بدي اعمل هاي الحركه؟ باخذ الكومباوند، باخذ الدراج مثلا، باخذ مثلا هذا الدراج، انت عارف ان هالماده مقسمه على اساس فانكشنال جروب، باجي بطلع مش دراج واحد، عشرات كل الدراجز اللي في السلايز واسئله السنوات اصلا موجوده يعني للفاينل موجوده، كم فصل انه بناخذ اونلاين. فمثلا تيجي على هاي المدرج، في انا مثلا عندي بنزين كفانكشن جروب، عندي مثلا مش عارف سانشو نوماد ما فيش هون، مثلا انتقل مثلا هون، يعني عندي اليليك فانكشن جروب، في عندي اوميجا، في عندي اوميجا ماينس 1، عندي بنزين، عندي مثلا ايثر، حسب الفانكشنال جروب. اوكي فاذا باش تشتغل على هذا الاشي وبتصير تدرب على الاستراكشرز الموجودين في السلايدات، بكون بتوقع الامور تكون يعني كثير كويسه. فميك شور ات وان بوينت انك تتدرب. طيب انا اخر محاضره بجيب لكم اسئله السنوات وبنحل، بس انت وانت تدرس ميك شور انك تحل، يعني صح هذا السلايد بشرح لك عن البنزين الكربون، بس شو المانع انت تشتغل على البنزين، تشتغل على الاوميجا، وتشتغل على التيرشري امين، ما في مانع صح؟ فميك شور تستخدم كل مركب بالسلايد تبراكتس على كل التفاعلات اللي مشروحة في السلايدات. طيب إذا نحكي عن البنزيليك، البنزيليك أوكي رقم ثلاث. طيب البنزيليك، طب نعرف نتذكر شو البنزيليك كاربون. الكاربون اللي جنب حلقة البنزين هي بنزيليك، this is بنزيليك وهي كمان بنزيليك. أوكي ف اوكي الان طيب شو انا اشتغل على البنزيليك؟ طب احنا دائما بحكي لكم انسيرشن لاكسجين ما بين الكربون والهيدروجين، نفس الشيء هون عمل. طب هي شو هاي هون؟ هي سي اتش 3، شو راح تعمل؟ هي سي اتش 2 اتش، شو راح تعمل؟ راح تعمل انسيرشن لاكسجين ما بين الكربون والهيدروجين، هاي السيتوكروم بي 450 بتعمل. اوكي فبتعمل انسيرشن، لما تعمل انسيرشن شو شو الفانكشن جروب اللي تكونه؟ الكحول. اذا هاي عباره عن الكحول، ماشي الحال.
يعني ميك شور في الامتحان انك لا تزيد كربون ولا تقلل كربون. هون اخطاء الطلاب، انا بلاحظ انه يعني مش فاهمه الميكانيزم صح، بيشتغل هيك بعشوائيه، فبتلاقي زايده كربون مش منتبهينها زايده. طب ليش؟ فهي ماشي الحال. فميك شور هاي عباره عن، امحيها هون، هاي عباره عن ايش؟ سي اتش 3. فهي شو بتصير؟ بتصير سي اتش 2 او اتش. اوكي، فهي ليش؟ لانك تعمل انسيرشن ما بين هي سي اتش 3، انت بتعمل انسيرشن ما بين الكربون والهيدروجين، فبصير عندك سي اتش 2 او اتش، فهي عباره عن الكهول. طيب اذا بتكون عندي برايمري الكهول ان ذيس كيس. طيب اذا ماشي الحال، اذا انا كان عندي بنزل الكربون بتصير تحول لبرايمري الكهول. طيب البرايمري الكهول هو ستيبل ميتابولايت، هذا عباره عن ميتابولايت، يعني يعني كان ليف ذا بادي ذيس shape at this structure، يعني ما ستيبل، مش زي الارين اوكسايد نفس ستيبل، ما راح يطلع على شكل ارين اوكسايد. اوكي طيب اذا هذا فيرست ميتابولايت. خلينا نحكي ايه، مش بس ايه بيتكون، ممكن ايه بعدين يصير له ري ابزوربشن، يضلوا في الجسم ويتعرض لفيز 1 اجين، ويصير له فيردر اوكسيديشن لالديهايد، بدي اسميه بي. اذا بي كمان انذر او سكند ميتابولايت، بس من البنزليك، تخيل بس من البنزليك. بعدين في الالديهايد ممكن يصير له اكسكريشن، لكن ممكن يصير له ري ابزوربشن، يضل في الجسم ويتعرض لثيرد فيز 1 اوكسيديشن ويتحول لكربوكسيليك اسيد، فهي سي. فمن من وحده كربون، من 1 فروم 1 بنزليك كربون، اي جيت 3، اي كان جيت 3 ميتابولايت اي بي ان سي. ماشي الحال. إذا هو أعطاني البرايمر الكهول، البرايمر الكهول بتتحول لألديهايد، الألديهايد تتحول لكربوكسيليك أسيد. إذا كان عندك أوبشن الكهول لحالها، A لحالها تعطيني A، إذا كان A و B تعطيني A و B، و A و B و C كلهم صح. أوكي؟ لكن تعرف إنها C تنتج من كم ستب؟ ستب 1 و 2 و 3 تتحصل على C، يعني C ما بتنتج من 1 ستب. حكيت لك اعطيني from one step، بتعطيني الالكهول two steps الالديهايد، صح؟ three steps الكربوكسيليك اسيد. ماشي الحال. هاي البرودكت من البنزلك، يعني ما فيها اي شيء، very very simple. اها اسف على المقاطعه، بس انا بدي ما تفضل. بي و سي مو فاهم، بي و سي مالهم مش فاهمهم كيف صارت. هلا انت عندك مثلا البرايمري الكهول، طبعا كميكانيزم مش مطلوب منك انك تعرف الميكانيزم، بس انه البرايمري الكهول دائما شو بنعرف، لما يصير لها اوكسيديشن بتحول لالديهايد، والالديهايد بتحول لكربوكسيليك اسيد. اوكي، فلاحظ شو هو كان عندك الوضع، كان عندك بنزليك كربون، ارسمها هون، البنزليك كربون اللي هي this one CH3. طيب بصير عندي انسيرشن ما بين الكربون، هاي الكربون والهيدروجين، راح يصير عندي CH2OH. الان راح يصير further oxidation، الالديهايد البرايمري الكهول بتتحول لالديهايد معروف. فالان كيف بدي ارسمها؟ بدل ما احط CH2OH بحكي C double bond OH. قل عدد الهيدروجين وزادت عدد الاكسجين، لانه الالديهايد تعادل 2 اكسجين، هون البرايمر الكهول 1 اكسجين. الالديهايد بصير لها further oxidation لكربوكسيليك اسيد. فالان مثلا اذا سالتك شو البوسيبل ميتابولايت، لا يعني بدك تكون حافظ انه الكهول برايمر بتحول لالديهايد والالديهايد كربوكسيليك اسيد. فإذا أنا حكيت لك شو البوسب الميتابولايت من هذا الكومباوند، كنت مثلا كان السؤال سبيسيفيك على البنزل الكربون، بتعطيني A وبتعطيني B وبتعطيني C، كلهم بوسبل ميتابولايت، بس C ما بنتج من خطوة واحدة، يعني بدك more than one step، B two steps، A one step. يعني ممكن مرات أحكي لك أعطيني البرودكت through two steps oxidation او 3 steps، احدد لك الستبس.
كل ستيب بتعمل one modification. هاي الفكرة الأساسية، كل ستيب تعمل one modification. طب ليش one modification؟ لأنها هاي enzymatic reactions، يعني مستحيل إنه يصيروا two modifications at the same time، لأنه مستحيل يجي two enzymes بنفس الوقت ويهاجم المركب ويعمل modification. طيب إذا عرفنا كيف تكونت VOC، بكل بساطة البرايمر alcohol تتحول لألديهايد، والألديهايد لكربوكسيليك أسيد فقط لا غير. يعني لو أعطي هذا المركب واحكي لك اعطيني لبودك من البنزيل اوكسيديشن، شو راح تعمل؟ راح مره تعطيني CH2OH هذا الشكل، تخيل نفس المركب دكتور سمو بس ما هاي سمول موديفيكيشن. طيب بعدين الاحتمال الثاني انك ترسم سي دبل بوند او اتش، هاي الاحتمال الثاني. طب الاحتمال الثالث سي دبل بوند او اتش، ممتاز بالضبط اللي هو الكربوكسيليك اسيد. يعني هلا دكتوره انه بكل ستيب انا في عندي انزيم صح؟ نعم صح، كل انزيم واحد ما بيجتمع مثلا ثلاث انزيمات او انزيمين مره واحده عشان يعطوني مثلا الخطوه بي، يعني الخطوه بي لازم تكون عنديها مرتين، عشان لازم امشي مرتين خطوتين. بالضبط 100%، لانه مثلا ممكن انا اعطيك في الامتحان سكيم، كيف سكيم؟ يعني أعطيك مثلاً هذا المركب وأحط لك هون X، وبعدين سهم وأحط لك على السهم معلومات وأعطيك Y. فكل سهم بدك تكون عارف هي one modification، هو إنزيم واحد بيجي بيعمل one modification. شو يعني one modification؟ يعني تغيير واحد. يعني شو تغيير واحد؟ من الكحول لألديهايد هالتغيير، لكن من الألكحول لكربوكسيليك أسيد هالتغييرين، لأنك عارف إنه الألكحول بروح على الألديهايد والألديهايد بروح على الكربوكسيليك أسيد. أي سؤال ثاني؟ شوفوا هي المادة بدها حفظ صراحة، يعني بدها حفظ. إذا بتحفظ بالفاينل زي الفيرس بها فهم أكثر من حفظ. فاينل بدك تدرسها تحفظها وبعدين تربط الأفكار وبس. يعني المفروض حل أسئلة على الموضوع. المفروض أنا برأيي يعني دائما، يعني على مدار 7 سنين أو أكثر، طلاب بالفاينل بيضبطوا أكثر من فرست سكند. حتى اللي ما ضبط ما بعرف، يعني هاي جرت العادة إنه الفاينل يجيبوا فيه تجميعهم، لأن هالمادة إذا بتدرسها وبتحفظها وإشي ما فيها، المفروض ما فيها إشي. طيب ننتقل للفانكشن جروب اللي بعديها. يعني إحنا حكينا عن البنزل، حكينا أول إشي عن البنزين، بس برجع بعيد عشان بس التأكيد، كاربون كاربون دبل بوند. الفانكشن جروب اللي وراها هي عبارة عن البنزيليك، وأربعة عبارة عن الأليليك. إذا نفس البرودكت نفس الإشي، بدنا نحكي ألكهول ألديهايد كربوكسيليك أسيد إذا كان برايمري ألكهول اللي حكينا قبل شوي، لكن إذا كان سكندري ألكهول لشو بده يتحول لكيتون صح؟ سكندري ألكهول بده يتحول لكيتون، وإذا كان عندك تيرتشري الكهول ما راح يصير له فيردر اوكسيديشن. هذا الحكي كمان بنطبق هون، يعني لو كان عندك مثلا هون البنزيليك، لو كان عندك كربون زيادة هيك، هسه شو صار عندنا لما تعمل هيدروكسيليشن؟ بعطيك الالكهول، بس شو هذا؟ عبارة عن سكندري. السكندري الكهول بتحول لكيتون صح؟ هلا لو كان تيرتشري الكهول، التيرتشري الكهول ما رح يصير له further oxidation، رح بس يكفي عندك اللي هو يتكون بس عندك التيرشري الكهول. هون نفس الشيء، إذن برايمر الكهول بتحول لألديهايد إذا كان طبعا برايمر بتحول لألديهايد كربوكسيليك أسيد، إذا كان عندك سكندري الكهول بتحول لكيتون، وإذا كان تيرشري ما بيصير له further oxidation. إذن المعلومة هون أعرف شو الأليليك. الأليليك كاربون هاي عبارة عن أليليك، هاي عبارة عن أليليك، وهي عبارة عن أليليك. شو الأليليك؟ يعني دبل بوند، الكاربون اللي جنب الدبل بوند. إذا هاي الكاربون اللي جنب الدبل بوند، هاي الكاربون أليليك وهي أليليك. إذا ماشي الحال، إذا أكون عارف شو الأليليك. الأليليك this is أليليك و this is أليليك و this is أليليك. طيب كم برودكت بدي يعطي بدي ينتج من الأليليك بوزيشن بهذا الكومباوند؟ بس من الأليليك
لو حكيت لك أعطي مثلا هذا سؤال سنوات، حكيت لهم شو يعني which of the following possible metabolites من الأليليك بوزيشن، شو كم برودكت بده يكون يعني بوزيشن A وبوزيشن B وبوزيشن C. بوزيشن A ثلاثة، أيوة بدأ تعطيك ثلاثة، البرايمر الكهول والألديهايد والكربوكسيليك أسيد. طب B كم واحد بيعطيني؟ بيعطيني سكندري الكهول، صح؟ يعني تذكر حالك احنا شو، وذكري حالك احنا شو بنعمل، نعمل انسيرشن بس، يعني اللي اوكي يعني احنا شو بنعمل، هي كانت كربون هيدروجين، شو انت بتعمل انسيرشن لاكسجين هون، فشو صارت او اتش، صارت الكهول. بس شو هي هاي نوعها سكندري، شو يعني سكندري؟ عندها هاي الكل وهاي الكل، يعني عندها تو كاربون، الكربون اللي مرتبطه بال او اتش عليها تو كاربون. طيب الان السكندري الكهول بصير لها فيردر اوكسيديشن لشو؟ لكيتون دبل بوند او. شو معنى اوكسيديشن؟ اوكسيديشن يا بزيد عدد الاكسجين يا بقلل عدد الهيدروجين، فانت في هون عندك هيدروجين وهي الهيدروجين شيلهم واعمل دبل بوند راح يصير كيتون. فالسكندري الكهول اللي كتبته هون سكندري الكهول بتحول لكيتون، لو كانت تيرتشري ما بصير فيها الاكسديشن. طيب اذا ايه تعطي ثلاثة برودكت اللي هي هاي واحد واثنين وثلاث مرسومات، بي اللي هو هون تعطي تو اللي هو اللي رسمتين الكيتون والسكندري الكهول، سي الفكره في سي اللي انا المعلومه اللي لازم احكي لك اياها ما راح يصير لها اوكسيديشن صفر لانها هاي ستيريكلي هندر. شو بعرفك انه ستيريكلي؟ يعني لازم انا احكي لك فعليا. شوفوا هاي الكربون صح هي أليليك صح هي اكتيفيتد، يعني بتكون أليليك بنزلك هاي اكتيفيتد كربون بنسميها صح هي اكتيفيتد كربون، لكن شو المشكله؟ ستيريكلي هندر، ستيريكلي هندر شو يعني؟ الآن هاي الكربون، يعني هاي الكربون حواليها مجموعات مغطي عليها، مغطي عليها بالضبط. طب ليش مغطي عليها؟ شو بيعرفني مغطية؟ إذا كان عندك تورينج خلينا نحكي إكس واي وجاي هاي الكربون بالبوند المشتركة ما بين التورينج، يعني بنسميها رينج جانشر اللي ما بين الإكس والواي، ها الكربون بونات هذول بيكون صعب نوصل لهم لانه التورينجز بيكون زي هيك مطعوجات شوي بنت شوي ليتل بيت، فهو صعب يوصل لها الانزيم. فاذا هذول زي ما حكيت ستيريكلي هندر صعب نوصلها المجموعات اللي حوالها بنخطوا عليها. فكان السؤال السنوات يعني انه نحكي لهم انه which of the following is not possible metabolize، فكان من ضمنهم الاوبشن انه في عندك او اتش هون هذا البوزيشن. طبعا الجواب غلط خطأ هون، لأي ليش؟ لأنه إحنا حكينا لهم بالمحاضرة أنه هذا البوزيشن ستيريكلي هندر صعب نوصل له، فمعناته خطأ. أوكي إذن فقط راح تعمل موديفيكيشن على A وعلى B، أما C ما راح تعمل عليها موديفيكيشن، ما راح يصير أليليك أوكسيديشن. دكتورة تفضل. هذا ألخص كلامك؟ تفضل. ما في مشكلة. في عنا أول شيء ثلاث حالات بالنسبة للأليليك كاربون، عندنا اذا بتكون على الطرف، ممكن اذا بتكون يعني سي اتش 3 مثلا تكون، ممكن تكون سي اتش 2، وممكن تكون مرتبطه بثلاث مركبات. هلا اخر واحده التيرشري هي بتكون ستيريك هندرد، فما راح يصير فيها. شوف اخر واحده لما تكون تيرشري زي هيك مش دائما ستيريكلي هندرد. ليش؟ لان بس بهاي الحاله انها تكون تورينج، شايف كيف هاي الرابطة ورينج ثانية هاي هون بهاي الحالة بتكون ستيريكلي هندر، يعني جاي الرابطة اللي جاي بين الحلقتين هاي ستيريكلي هندر. لكن ممكن أنا أعطيك مثلا أليليك هيك مثلا هون وهاي هون، هاي أليليك شايف هاي أليليك كاربون فعندها أج بتعمل إنسيرشن بصير OH. شو هاي؟ عبارة عن تيرشري الكهول،
هون بتتكون تتكون. فانت لما حكيت انها يكون عليها ثلاث روابط انهم السيريك عليهم درد، مش صحيح هذا الحكي الا بحاله واحده صحيحه اذا كانت بهذا الوضع. ماشي وصلت؟ ايوه. طب دكتوره كيف التيرشري بتكون؟ انا عندي اول مركب يا هون. ايوه كان عندك دبل بوند، هاي الكربون شو بسميها أليلك، عندي CH3 وعندها CH3، بس شو عندها H؟ لازم يكون عندك H. ليش لازم يكون عندك H؟ إنها عشان أتحشو. أيوة بدك إنسيرت أكسجين ما بينها، تحشهم بالنص بالضبط ما بين الأكسجين الكربون والهيدروجين. فبصير عندك الآن لما تدخل الأوهون، لما تدخل شو بصير؟ تيرتشري الكهول. كيف تيرتشري؟ هاي وان جروب وهي اثنين وهي ثلاث، يعني ثلاث جروبس جنب على الكربون اللي جنب الـ OH، فهي عبارة عن تيرتشري الكهول. يعني أنا دكتورة شو اسمه ما بحول التيرتشري بس بحالتين، الحالة الأولى أنه يكون أنا عندي ستيريك اللي هو الفيوز رينجز، الحالة الثانية إذا كان أنا عندي ثلاث روابط بس ما في ولا واحد منهم H مثلا، يعني هو ما كان في عندي H فما راح تكون عندي تفاعلات، صح؟ يعني اذا كانت هاي اخر كلمه بجوز ما فهمتهاش عليك. هسه لو كان عندي شوف هاي CH3 وهاي CH3 وCH3 ايوه هذا مش تيرشري فعليا، يعني كوترنري، هاي الكربون كوترنري، فهي ما في عندك H ما راح يصير انسيرشن من هاي الجهه، ما راح يتكون تيرشري، يعني ما راح يتكون الكحول من مره هنا، ما راح يصير عمليه انسيرشن. نعم. أما لما يكون عندي أليليك كاربون مثلا عن جهة الثانية وعندها بس CH3 ثنتين، أيوة بتقدر تعمل insertion هون إذا كانت H. هون بتكون، ما بتتكون لما تكون عندك هذا situation where you have اللي هي خلينا أمحي كل شيء هيك شايف كيف الأمور، هاي الحلقتين متصلات مع بعض وبيناتهم هاي سينجل بوند وهاي الكربون قللك، بتحكي وهاي قللك معناته عادي بعمل انسيرشن. لا مش عادي، لانه الانزيم ما بيقدر يوصل لهون. يعني هاي الاكسبشن تحفظها، يعني راح نجيب لك شيء سيميلر لها، اوكي؟ انه تو رينجز شبكات مع بعض، بهاي اللحظه صعب نوصل على الاليليك بوزيشن. ايوه فصفى هذا الكم. احكي. لا كملي. لا كنت ألخص السلايد مرة ثانية، احكي قبل ما ألخص. ما هو أنا كنت أصلاً بلشت إني ألخص فبلشت من التيرشري. كمل. والسكندري دكتورة لما كنا أنا عند CH2 أول خطوة بدحش O فبتصير أنا عندي COH، الخطوة الثانية بكون كيتون. بالضبط، يعني اللي هي هون. بإنسيرشن أو بصير سكندر الكهول، بعدين بتكمل دبل بوند أو بصير كيتون، صحيح. فأنت من اللي لما تكون تيرمينال زي ما حكيت في H3 بتعطيك ثلاث برودكت اللي هو الكهول والألديهيد والكربوكسيليك أسيد، واللي زي هون اللي هي مش تيرمينال فبتعطيك الكهول السكندري والكيتون. يعني من هذا المركب من الأليليك بوزيشن بطلع عندك 5 برودكت، ثلاثة من تيرمينال وثنتين من هاي بس من الأليليك. فطبعا انت تنساش لازم تشتغل على الأذر فانكشنال جروب، بس طبعا احنا تاني نهي الشرح كامل كل المادة بتوصل تكون عندك كل الليستة. طيب مثال ثاني على الأليليك اللي هو هذا البوزيشن، صح؟ هاي أليليك دبل بوند، فهو فعليا تكون عندي تيرشري الكهول، شايف ما في فيردر أوكسيديشن. إذا شو فرق هذا السلايد على اللي قبله؟ ولا إشي، ولا اي شيء، فرق بس يعني هو الفرق الوحيد انه اللي شو البنزليك جنبها SP2 والاليليك نفس الشيء جنبها SP2، يعني بس الفرق انها اليليك كربون وبنزليك كربون، ولا البرودكت نفسهم برايمر الكهول، اذا تكونت برايمر الكهول تتحول لالديهايد، الالديهايد تتحول لكربوكسيليك اسيد، فبتعطيني اياهم الثلاثه وبتعطيني واحد منهم حسب الاوبشنز اللي بالسؤال. إذا كان عندي تكون سكندري الكهول بس كمان بتعطيني الكيتون، طبعا مكتوب عندنا هون الأشياء
إذا كو أول الخيار الثالث اللي تعطيني التيرشري الكول وما يصير له فردر أكسيديشن. إذا the same reactions on different functional groups. أي سؤال هاي اللحظة؟ إذا البنزين دان، الألكين دان، البنزيليك دان، الأليليك كمان دان. الآن ننتقل على الخامس، نفس الإشي. شوفوا ألفا كاربون تو كاربونيل and amine. شو يعني ألفا كاربون؟ يعني الكربون المجاورة. This is alpha to carbonyl and amine. This is alpha to amine. الamine اللي هي كربون، الamine هي الكربون and double bond. الكربونيل كربون أكسجين double bond. ماشي الحال؟ فهاي الكربون activated يعني جبها sp2 center. فالإنزيم بكون مبسوط وروح يعملها modification. نفس الشيء بعمل insertion. ففي عندك هون تنساش انه في عندك هيدروجين، فبتيجي الاكسجين تندحش ما بين الكربون والهيدروجين وبعطيك ايش؟ الكحول. In this case this is secondary alcohol. ممكن تكمل لكيتون، طبعا هي اسم الفانكشن تغير شوي لانه في عندك other groups. هون نفس الاشي المركب الثاني، في عندك الفا كربون الفا توامين، فبتحول بصير عندنا انسيرشن لاكسجين وستعطيك السكندري الكهول وبعدين فردر اوكسيديشن للكيتون. اذا نفس التفاعلات اوفر اند اوفر، بس الفانكشن جروب نوعها اختلفت. طيب كمان انذر فانكشن جروب بنفس الشرح، نفس الاشي الكهول الديهايد كاربوكسيليك اسيد او كيتون وسكندري الكهول او تيرشري الكهول، اللي هي الاوميجا والاوميجا ماينس 1. شو الاوميجا؟ هاي أوميجا. شو يعني أوميجا؟ التيرمينال كاربون، يعني الكاربون الأخيرة اللي بالطرف على الأطراف، هاي اللي هي الأوميجا. في عندك تشين آخر كاربون في التشين، أوكي، سواء تشين كبيرة أو صغيرة، فآخر كاربون أوكي هي أوميجا. إذا هذول عبارة عن أوميجا. الآن أوميجا ماينس 1 هي الكاربون القبل الأخير، اوكي، اللي هي قبل هاي اوميجا ماينس 1. بس يعني اذا تعرفت الاوميجا خلص نحل السؤال. اذا عرفت شو يعني اوميجا، اوميجا ماينس 1 فهي عباره عن تيرمينال، تيرمينال واللي قبل التيرمينال. يعني طيب انا جيت عملت انسيرشن على التيرمينال واحده من هذول الكاربونز مثلا، هاي شو insertion alcohol، نفس الاشي قاعدين يعني منعيد نفس الحكي. فبص هي عبارة عن CH3، بعمل insertion ما بين كربون هيدروجين بعطيني alcohol، بعدين كل alcohol اذا هذا metabolite A، طيب بصير further oxidation لmetabolite B، طيب بعدين لC نفس الاشي carboxylic acid. طب لو تكون عندي secondary alcohol تحول لكيتون والديهايد. طب لو تحول عندي هون بدي اشتغل على الاوميجا ماينس 1، this is hydrogen، بعمل insertion. شو اعطاني؟ اعطاني تيرشري الكهول، فما راح يصير له فيردر اوكسيديشن. ماشي الحال؟ اذا هون ايش ميزنا الفرق بين اوميجا واوميجا ماينس 1؟ اذا نفس الشيء، اذا كان تكون عندي برايمر الكهول بتحول لالديهايد وكربوكسيليك اسيد، اذا سكندري الكهول بتحول لكيتون، واذا تيرشري الكهول ما فيش مصيرهوش فردر اوكسيديشن. يعني شوف هذا المركب لو قلت لك اعطيني ميتابولايت على تو فانكشنال جروبس تعلمناه لحد الان، شو لحد الان قبل شوي شرحنا شو، يعني الان بهاي اللحظه احنا بنشرح الاوميجا والاوميجا ماينس 1، راح تعطيني من واحد من طبعا هذول سيمتريكال هذول التو كاربون، راح تعطيني ثلاثة ميتابولايت من A وتعطيني كمان ثلاثة ميتابولايت من B اللي هو البرايمر الكهول، بعدين تعطينا الالديهايد والكربوكسيليك أسيد، وشو كمان؟ البنزيليك، صح؟ صح. أنا السلايد بشرح لي عن الأوميجا وأوميجا ماينس 1، بس أنت زي ما حكيت قبل شوي طبق على الفانكشن جروب كلها اللي بتعرفها.
قبل شوي لو ترجع بالسلايد لورا شرحنا عن البنزلك، وهاي بنزلك، هيها كربونات، هاي كربون جنب بنزين، هاي بنزلك، وهاي كمان بنزلك. يعني ممكن تشتغل على هاي، ممكن تشتغل على هاي. شو أعمل؟ بعمل insertion. إذن أنا بعمل insertion، هي كانت H، شو بعمل insertion لأكسجين، فبصير OH. إذن شو أعطتني؟ أعطتني secondary alcohol. إذن هذا عبارة عن metabolite. يعني أنا في السؤال بعطيك هذا structure، بعطيك هذا structure، بعطيك هذا، فهن كلهن metabolites. لكن ما هون ميتابولايت من الأوميجا، هون الميتابولايت من البنزلك. شايف ليش بقول لك المادة بتدرس أكثر من مرة؟ عشان بس بسرعة تتمكن من المعلومة فقط لا غير، ولا المعلومة كمعلومة سهلة بس الفكرة أنا أسيطر عليها. لا تفكر إنه وقت الامتحان في وقت ترجع للسلايدات، ما في وقت، بدك تكون أنت حافظهم ومتمكن منهم تقدر تحل بشكل سريع، اوكي؟ لانه فيها ربط معلومات. فبالسؤال نفسه بكون عندك اوبشن A مركب هاي A وهاي عبارة عن B. A ناتجة من الايش؟ الاوميجا اوكسيديشن. B ناتجة من ايش؟ البنزيليك اوكسيديشن. C ناتجة من الاروماتيك هيدروكسيليشن او الاروماتيك اوكسيديشن. D من فيز 2. نفس السؤال اكثر من تايب من الميتابولايت. طيب حد عنده اي سؤال؟ اذا هيك بنكون شرحنا على الاليفاتك. اخر فانكشن جروب لمحاضره اليوم اللي هي الاليسايكليك. يعني شوف، بنزين 2 كربون كربون دبل بوند، 3 بنزيلك، 4 أليلك، 5 ألفا كربون 2 كربونيل and إمين، 6 أوميجا and أوميجا minus 1، 7 الألي سايكليك. ألي سايكليك، طب شو يعني ألي سايكليك؟ ألي سايكليك هي أليفاتيك سايكليك، يعني مش أروماتيك. يعني رح تلاقي حلقة not aromatic مثل السايكلوكسين، هاي عبارة عن أليفايكليك، هي سايكليك بس أليفاتيك مش أروماتيك، أوكي؟ طيب شو القاعدة بتحكي لي؟ وشو اللي وجدوه؟ وجدوا إنه هاي طبعاً السايكلوكسين بترسمه في أو سيكس ممبرين ترسمه على شكل تشير كونفورميشن، صح؟ زي ما شرحنا في الكونفورميشن الأيزومرز. فعلياً شو؟ راح تعمل insertion لأكسجين على position ما بين الكربون، يعني على الكربون اللي على position 3 على position 4، إذن هم available. لما تعمل insertion يعني طاقة الكهول، نفس الإشي بعدنا بنحكي نفس الإشي، يعني تكون عندك أول خطوة تكون عندك الكهول. طبعا لأنه chair conformer فإنت ممكن ترسمهم لتحت down أو up، يعني معناته ممكن ترسم لترانس وسيس، معناته بتحصل من السايكلوكسين على 4 ميتابولايت. شو هم؟ 3 هيدروكسيليشن، البرودكت من 3 هيدروكسيليشن سيس وترانس، ومن البرودكت من 4 هيدروكسيليشن اجين سيس وترانس. عارفين ليش هي ترانس؟ هي الاو اتش لتحت داون، والار لفوق اب، اذا وحده لتحت وحده لفوق، اذا ترانس. هون الاو اتش اب والار اب، شو الار؟ الار اللي هي بقيه الاستراكشر. فلما تكون الاو اتش لفوق والار لفوق سيس على نفس الاتجاه سيس، هون ذا سيم ثينج، اوكي؟ اذا في حلقه البنزين، يعني مثلا هالسؤال سنوات اعطيناهم هذا المركب، قلنا لهم شو الباسبل ميتابولايت من الالي سايكليك اوكسيديشن. طبعا شو ممكن بيشتغلوا على A وعلى B؟ نفس الشيء بدهم يرسم، بدك ترسم ال 1 3 ال 3 هيدروكسيليشن، يعني تروح على 3 ترسم الهيدروكسيل، طبعا ممكن يكون اب وداون، وترسم تمحي هاي يعني، وتروح على 4 تعمل 4 هيدروكسيليشن كمان اب وداون،
على حلقة السايكلوهكسين زي ما هو موجود بالضبط في هذا السايد. نفس الاشي كمان بتروح على رينج بي، نفس الاشي بتروح تعمل هيدروكسيليشن على بوزيشن 3 او على بوزيشن 4 ابو دا. طبعا لما يتكون عندك الكهول هون هو عبارة عن سكندري الكهول. سكندري الكهول لما تصير له فيرمال اوكسيديشن لشو بعطيه؟ لشو بدي يتحول؟ لكيتون. فانت بتعطينا الكهول 3 و4 هيدروكسيليشن ابو داون يعني سيسو ترانز، وكمان بتعطينا البرودكت من الفيرفر اوكسيديشن واللي هو الكيتون. اذا كان عندنا طبعا هو سكندري بيكون الكهول لانه سايكليك. طبعا التيرشري ما راح يصير الا مش ضروري 6 ممبر رينج، كمان 5 ممبر رينج عندك هون الهيدروكسيل ممكن ترسمها ابو داون كمان وتعطينا فيردر اوكسيديشن يعطينا الكيتون. هذا عنده اي سؤال؟ يعني هيك ممكن احنا مغطين 7 فانكشن جروب الاوكسيديشن وملخصينهم هيك على جنب المفروض، واخذ اي كل ستراكشر بالسلايدات وتدرب عليهم. اي سؤال دكتوره؟ هلا شو اسمه السايكلوهكسان يعني انا بنتج عندي اربع مركبات، مره اكزيل ومره كوتوريال، صحيح؟ نعم. والاكزيل والكوتوريال كونفورميشنال، صح؟ صحيح، اللي هو هون الموجود عندي، صح؟ هذول كونفورميشنال ايزومرز. محاضره التسجيل هاي اللي نزلت اخر شيء، اوكي؟ فهي فعليا conformational isomers، هذول two structures السيس لا شوف السيس وترانز هم geometrical isomers. السيس وترانز هم geometrical isomers أو السيس وترانز isomers، بس رسمهم يعني احنا شفناهم في وين شفناهن هذول؟ اخذناهن لما شرحنا conformational isomers. بس دكتورة صراحة لما شرحت الconformational ما شرحت عن axial والequatorial. كيف ما شرحتش؟ طب أول شغلة لما نشرح أول إشي كيف نرسم السايكلوهكسين، أوكي؟ أنت سمعت كل الفيديو. أول شغلة لازم أنا أشرح كيف نرسم الشير. طبعا هذا الإشي كموضوع ليش أنا اكتفيت بالتسجيل، لأنه هو نشرح بالتفصيل في 217. توقعت الأسئلة عليها راح تكون يعني زي سهلة للطلاب. على كل حال إذا مثلا في عندكم مشكلة ممكن أنا أدخل على الساعات المكتبية وأشرح لكم إياه، ما في مشكلة بعيد بتطلع علي. فهو الشير كونفورميشن راح يكون في عندك أكسيال أب هون، إكواتوريال داون، إكواتوريال أب وهي داون، صح؟ هاي أكسيال أب وهي أكسيال بس داون، وهي إكواتوريال داون وهي إكواتوريال أب، يعني هاي داون وهاي اب. طب كيف مش مشروح بالفيديو؟ لا انت بس شرحت الستاجرد والاكلايبس. الستاجرد والكليبس، لا ما هو انا نزلت اكثر من تسجيل يعني. هسه استنى شوي وين راح بالش اسمه على الإيلرنينج، هم مجيات كأن مش متذكر هنا محاضرة واحدة ولا لا. all sections وين أنا منزله؟ لا عشوائي طيب في عنا ده ارجع اشوفهم، بس انا اللي متذكرته لا نازل كامل. انت متاكد سمعت الفيديو وما مش موجود؟ ايوه دكتوره، روح على بارت 2. طيب وانا اروح على بارت 2. شو استنى اذكرني، بارت 1 وبارت 2 و3 شو هن كانن عن شو؟ هلا بارت 3 نبلش بالفانكشنال جروب. طب انا بدي ارجع واشوف لانه هسه طيب بارت 2. طيب هاي كونفيجريشنال ايزومر، جيومتريكال ايزومر، سيستمز،
بعدين حكي شرحنا عن شو اسمه اللي هو كيف تأساين إيوزي وعن بالنسبة للإيوزيم. بعدين اجينا دخلنا على اوكي بعدين رحنا على بعدين رحنا على الكونفورميشنال وشرحنا بالنسبة للإنيرجي وانه سهل يتحول من شكل لآخر. طيب على الإيثين والميثين الإيثين سوري والبيوتين. طيب هذا مع نهايته السلايد اللي بدأ ما تحكي على الانترامولكيولار انتراكشن انه مش دائما الجو الانتي مور ستيبل من الجوش حسب ال يعني اذا كانوا كلهم كربون الانتي مور ستيبل من الجوش، بس مرات اذا في انترامولكيولار انتراكشن بيكون الجوش مور ستيبل من الانتي. فهي كنت بدي احب اكد عليها هذه حالة خاصة يعني بتنتقلوا عن اشياء الموجودات في السلايد. وبعدين هون شايف هاي سكرتير بارت 3 شايف بارت 3 بشرح لك والله ما انتبهت عليه يا دكتورة. اوكي كويس انك سألت. فالكويز مادة الكويز اللي هن هذول شو بدنا نحكي الفانكشنال جروبس والايش الستيريو كيمستري. عدد الأسئلة على هم من 20 الكويز من 20 10 أسئلة على الستيريو كيمستري و10 أسئلة على الفانكشنال جروب. طيب طيب ميك شور انه ما فيش ميك اب لانه فعليا يعني يصل كل احكوا للطلاب ما فيش ميك اب للكويز والكويز 20 علامة يعني حرام تخسروا العلامة. فالكل يجي انه الكويز يعني ما بتبقاش في ظل حدا عنده مشكلة نت يعني مش يعني داري بتطلع عذر مقبول بالنسبة للنت. طيب خلينا الان اي سؤال ثاني اوقف الريكورد. اي سؤال ثاني؟